مجالدة بورا محرطة جبل كأود الله وحى سوين لو جسر نويي مشرح ما تحت إن ما تحس بقى معارض ك سومالي لا أنا يوعد وحنا سدوا كلا ال أي تدوينها كنا قن مجالدة بورا مي سوين وجسر نويي مشرح سي على ما قين وحنا وربحنت الناس ودري وريها سومالي كان لو جسر ورتم مجالدة بورا مي سعاد الجامع قليل لي وحامانت مقالة بورا ما سمي قامس الرئيس اللوغو سودا وي وفتي بلاران وهرارك عيو مشرحة شاقادة مدحوين اي حسبيق معارض كي وحود اقويان شمال علي حسين يكو حيقين كيسا عبد الرشيد حسن مطان وحان اللو سوقل بيه مقالة بورا ما ايادو اللوغو هرتقي دولاد كمقالة بورا ما مركي سوقلين قده مقالة بورا ما ايا وحاي كلاها اللين حفيز كي كلايهين برتماها مقالة بورا ما ددوينيها آتك وطرادة بدنا اي سودا وي سودا وينتا أقويهان شمال علي حسين يكو حيقين كيسا أقويهان عبد الرشيد حسن مطان أيا وحاك قيب قادن يي تيرادي وقبضنا يدا حلدبان ندا قولها ديغانكا إيا قدوم يكو حيقين كوباد إيا حسبيقا معارضك إيا وضاني إيا دادوين آدو تيرابضان كمديهين أقويهان نوصلا دين هاوين دالن يرا إياد مرت شرف آدو تيرابضان ورين تينا وحا هذا الكاقاتي قدوم يكو حيقين كوباد إيا حسبيقا معارضك إيا وضاني أحمد مومن سيد وحنا دليل كلن سوچيديي حكومه جمهوريه سوماليلان او تلمامين اي فرا كلول كو هايسو غولها وكيلدا سوماليلان دمان تاغيرياشا عبد المحمد هيا سيده وين يدنا ماذا شنيك هذا شيء حكيها مال يد حسب جو عدا مروى فاطمة سعيد. سدو كلا waxaa isaguna madashani ka hadlay aqooyahan Cabdi Rashiid Xasan Mataan oo u mahadceliyay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee u cud maanta aad uma socono laakiin xaaladda dalku maraysa inaan wacyigelin dadka u sameeyno oo aan nidaamno ha laga feejignaado meesha talada dalku marayso ayay naga ahayd geesta kale waxaa gabagabadii hadalka soo afmeeray musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka u cud aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo u mahadceliyay taageerayaashiisa sida dhiran ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Boorama dhammaantoodna waxa ay eedo kulul dusha uga tuureen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay tilmaameen inay xaaladda dalka gudmada uu ku riday waa sida ay hadalka u dhigeen si kastaba haatee soo dhaweyntii abid ugu ballaadhnayd ayaa maanta loo sameeyey waftigan ballaadhan ay horkacayaan madaxda ugu sarreysa xisbiga mucaaradka ee u cuda Sucaad Jaamac Qalinle telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Boorama.